يعني مثل ما ذكرت قبل الحلقة، مش مشكلة عم ندور إلى حل، صح، لكن جمال جميل جدا لآلئ وجواهر، صح، أنت بتحاول تكتشفها، صح، وكل ما تقدمت وتقربت لشخص المسيح بتكتشف جمال هذا الموضوع. وهذا هذه الحقيقة، هذا المبدأ. يا أحباء، الثالوث ليس مشكلة بحاجة إلى حل، بل هو جمال بحاجة إلى اكتشاف واكتشاف وتمتع وعباد. هو جمال، يعني ولا حد فينا بينظر لصورة من الطبيعة، صورة جميلة للطبيعة، بقول يا شو هالمشكلة، ما بقولش هيك، بقول يا شو هالجمال، بدي أقعد هنا وأتمتع أكثر وأسأل أكثر وأتحاول أخذ كل هالجمال ويدخل لعندي. يعني هيك الثالوث. بس للأسف الناس صاروا يحكوا بالثالوث كأنه مشكلة، كيف بدي أحل، أعطيني جواب سريع وكذا. الآن نحن بعدنا في البداية، فمن بداية منشوف أن الوحدانية المطلقة بتقدم لي مشكلة، أنا مش قادر أعرف هذا إله، بالعكس بتقدم لي فكرة حقيقة لما تدرسها أكثر بتقول مرعبة، مرعبة، يعني ما عنديش شيء. لكن هنا عندي شيء، بديت أمشي في مشوار لاكتشاف أعمق وأعمق وأعمق لهذا الإله.